العمر مجرد رقم، والنجاح لا يرتبط بسن معينة، وهؤلاء سيدات أثبتن ذلك بجدارة، وأصبحن ضمن قائمة فوربس السنوية للسيدات 50 فوق 50 في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2023. مصممة المجوهرات عزة فهمي أول امرأة تعلمت صناعة المجوهرات من أساتذة الحرفة في سوق الحرفيين الشهيرة خان الخليلي في القاهرة، وفتحت أول مصنع لها وهي في عمر 57، وتزينت بمجوهراتها نجمات عالميات مثل ريانا ونعومي كامبل. رندا الصادق تشغل الآن منصب المديرة العامة التنفيذية في البنك العربي في الأردن، حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وتتمتع بخبرة تزيد على 36 عاماً في قطاع المصارف. المغربية نزهة حياة عينت بأمر ملكي لتشغل منصب الرئيسة التنفيذية وعضوية مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خريجة كلية إدارة الأعمال من باريس، وعملت بالقطاع المصرفي في إسبانيا. وفي المغرب عملت لدى مصرف سوسيتي جنرال والشركة العامة المغربية للأبناك وبورصة الدار البيضاء. الطاهية سلام دقاق أردنية فلسطينية الأصل تقدم في مطعمها بدبي وصفات تقليدية ورثتها عن أمها مريم. ظهرت في تصنيف بيب غورمان في دليل مطاعم ميشلان للعام 2022، وفازت بجائزة أفضل طاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023. الفنانة اللبنانية نجوى كرم ظهرت في قائمة فوربس الشرق الأوسط لنجوم الموسيقى العرب 50 الأكثر استماعاً ومتابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2021. ثم المغربية أسماء غلالو، وهي أول امرأة تشغل منصب عمدة العاصمة المغربية الرباط في 2021، واختيرت أمينة للمال لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وأخيراً منى عطايا التي أسست شركة مامز وورد، أكبر سوق إلكترونية للمنتجات الخاصة بالأمهات، واختارها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كمناصرة للمرأة في مجال التجارة الرقمية.